بسم الله الرحمن الرحيم. الريلي ده اسمه RXMBA4. وبعدين الاختبار بتاعه اللي هو عبارة عن فيوز فيل. الاختبار ده فيوز فيل ريلي من نوعية بتاعته ABB زي ما احنا شايفينه كده. توصيلته بيتوصل زي ما هو مرسوم برضو في على الريلي نفسه. هنا الفازة الأولانية على اليمين والفازة اللي هتقارن معها على الشمال. عندك L1 وL2 وL3 تمام. وهو زي ما مكتوب عليه كده VT Fuse Supervision Relay. والتلات جهود على اليمين والنيوترال واللي هتقارن معهم على الشمال. في عندي 2 كونتاكت، لو الجهد اللي على الشمال أكبر او اقل. في عندي كونتاكت على الشمال دوت لو U1 اقل من U2. في 2 كونتاكت على اليمين لو U2 اقل من U1. فانا موصل من ورا الكلام ده بيقول لي هتوصل الاطراف U1 على هنا مكتوب 421 و22 و23 زي ما هو مرسوم على الريلي كده. 421 22 23 24 نيوترال. وفي نفس الشمال U1 U2 311 و12 و13 و14 نيوترال. انا التوصيل عندي وصلت ايه، انا وصلت ريد يلو بلو، الريد واليلو والبلو والبلاك بالنسبه لليو واحد اللي هي في ايه في 400. هنا كاتب لي 4 اهيت على البلاستيك، كاتب لي 4 هنا معناها ان دول 400 و11 و12 421 22 23 24 دي النيوترال. بعد كده في كونتاكت هنا، في 2 كونتاكت او واحد اهوت متواصل فيه وايرين صفر والتاني سبير، واخد كونتاكت برضو من التاني من الناحيه التانيه. بقى الناحيه التانيه وصل فيها بس الفازه ريد، وارجع انقلها على اليلو وعلى البلو. المسمارين دول لليلو والمسمارين دول للبلو. هنا انا دي التوصيله بتاعتي. بعد كده هو بصلوش اكزوري سبلاي ولا حاجه. الكونتاكت الاولاني الاصفر ده، الاثنين الصفر دول بتاع الكونتاكت الاولاني، وده بتاع الكونتاكت التاني اللي هو الازرق ده اللي هينور لي هنا في النص ده تمام كده. ده هيعمل لي ستار هنا. لو في اليلو اشتغل اللي هو الطرفين اللي وقفوا الحقن اليلو دول، يبقى U2 هو اللي اشتغل. اللي هو ايه العلاقة اللي مكتوبة على الريلي، يو في حالة ان U1 تكون اقل من U2 كونتاكت 317 و18 هيشتغل، وفي حالة U2 اقل من U1 الاتنين كونتاكت اللي هم 17 417 418 27 28 هم اللي هيشتغل. طيب نيجي نختبر ازاي بقى. اتأكد كل الوايرات الاول واصلة كويس. انا موصل هنا الريد واليلو والبلو والبلاك. والبلاك اللي هنا زي ما انتم شايفين الفريق اصلا هو واحد بتاع التيار بتاع البولت بتاع النيوترال، هم دول واحد يعني لو خدت واحد كفايه. والريد بتاع اليو ريفرنس من هنا انا ثبته 66.5، وهنا برضو بثبت على 66 وبرجع اقلل عشان يختبر الفازه الاولانيه، واستني التانيين اصفار اللي هو ما بيختبرهمش. برجع اشوف الاسود ده، الطرف الاسود اللي انا واخده ده واخده هنا وموصله للريلي هنا على النيوترال بتاع 400 بتاع 300. هنا موصل معاه جامبر، يعني الجامب ده كده جامبر صغير واصل من نفس النقطة اللي انا موصل عليها النيوترال في الجزء الاولاني. طبعا لو اتخلع اي واير من الفولتج هيروح الريلي شغال على طول. فانا عشان اتأكد ان انا شغال صح، اتأكد ان كل التوصيلات مظبوطة، بحقن 66 الطرفين 66.5، برجع اقلل واحد لغاية ما الريلي بينور عندي وبيديني الارم كونتاكت بيقفل. بيقفل يعني هيديني ستار هنا. انزل كده هو يديني تقريبا عن 49. قفل اهو 49.3. كونتاكت بيقفل كده يعني خلاص كونتاكت قفل، هيفصل هيدي الارم. طيب والدروب اوف، دروب اوف نرفع كده تاني نرجع تاني. عمل دروب اوف خلاص عند 50. برجع اسجل القيم دي هنا بيك اب ودروب اوف بتاع U1، وارجع اعمل U2 ان انا ايه اثبت ده على 66 وارجع اغير في الايه في الجهد بتاع اليو خلاص بتاع U1، وده U2 وده U1. طيب بس بعد كده بتاكد من الليمت ان هو اكبر من ال 20، يعني البيك اب بتاعي يكون اكبر من 20 فولت والدروب اوف اكبر من 4. الجزئيه بتاع الليمت بتاع البيك اب اكبر من 20 ممكن تصفر الاثنين عشان تثبتها، يعني وانك انت بترفع واحد من الاثنين لغايه ما يكون
كونتاكت من دول يغير وضعه، ترفع 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 ترفع. كده كام عامل ستار عندك اهو، معناها ان كونتاكت قفل وهي ازيد من 24 فولت زي ما التست ريبورت بتقول. ده عشان تثبت ان البيك اب بتاعك يكون اكبر من 20 فولت. ده يعني الجزئيه دي اكيد واضحه في المانيوال يعني. طيب الدروب اوف اكبر من 4 تنزل خلاص، دروب اوف اكبر من 4. بس نرجع تاني بقى نكمل اختبارنا على كل التيبل ده، وبعد كده هنشوف التيبل الاخير اللي هو بتاع الزمن ده بيختبر ازاي. لو انا هاخد الفازة يلو اروح جاي مصفر الفازة ريد دي، وراح جاي رافع الفازة يلو 66 طبعا هو اشتغل مش مشكلة، نكمل احنا 66 على الفازة يلو. اتاكد في حسيت ان في واير ساب هنا، ده بتاع الكونتاكت بس كده. هنبتدي نغير، بس انا هنا حاطط الواير الريد ده على يلو، على الريد لازم انقله على اليلو كده تمام. بعد كده لما احقن مش هيلاقي اي مشاكل، فيبتدي يشتغل عادي خالص، مفيش اي ليد منور يعني مفيش الارم. لما بنزل بقيمه الحق بتاع يو واحد برضه بنفس القيمة تقريبا 49، تسعة وستين فولت. الدروب اوف تسعة وسبعين. وصلنا للجدول الثاني، هنا هنختبر التايم. يقول لك البيك اب تايم اقل من 8 ملي سكند، والدروب اوف اقل من 25 ملي سكند. بالنسبه للتايم البيك اب عادي خالص، بتقلل واحد عن التاني وبتعمل ستارت تمام، يعني بتقلل جهد عن التاني كده تمام بس، وتروح عامل ستارت عادي خالص، بيديك زي ما 2.3 ملي سكند. ده البيك اب تايم. البيك اب تايم ما فيهوش اي مشكله. المشكله عندي في الدروب اوف تايم، لان انا هجيب له دروب اوف تايم ازاي؟ انا عايزه بقول له انك انت يعني في مشكله وتصلحت، في مشكله وتصلحت ديت، الريلي بيبقى يرجع، او في مشكله وزيلت المشكله ديت، الريلي بيرجع يبقى هيلسي في وقت قد ايه. هو هون بيقول لي اقصى حاجه 25 اللي هي ديت 25 ملي سكند. طيب انا هعملها ازاي الكلام ده؟ انا واخد هنا على تايمر كونتاكت الاولاني بتاعت الفي تي سوبرفيجن دوت، كونتاكت الثاني اللي هو من يو واحد ويو اتنين، واخدهم برا مع بعض اي واحد فيهم يشتغل عشان التايم مش مشكله. والكونتاكت ده واخده يفصل الفريج، برل منه الفريج، يعني اي واحد فيهم يشتغل برضه هيفصل الفريج. وبعد كده بروح جاي مختار الجهد، هنا الفازة ار والفازة ار، هنا هعلم الفازة ار وهنا الفازة ار، يعني حاطط ديت فازة ار ومشغل الفازة ار، لان انا بحن على الفازة ار دلوقتي اللي هي الفولتج ده والفولتج ده. وبعدين بعمل ام سي بي اللي انا عامله يشغل التايمر كده، ام سي بي اخليه اوف في البداية واشغل الفريم. طبعا هيروح فاصل اهو، خلي ده هنا مش عايز يفصل دلوقتي، شغل في البداية. انا بقول له انت عندك مشكلة تمام، هو طبعا ام سي بي اوف، في عنده مشكلة كده
هي الليد الاولاني ده منور ده، يعني في طرف رايح له والطرف التاني عن طريق الام سي بي، وبعمل التايمر بتاعي اون بلس تايم، بعمل ام سي بي اون ليه ما فصلش بقى؟ عشان لازم الجهدين يكونوا زي بعض في الاول، لازم الجهدين يكونوا زي بعض، وانا فاصل اوريدي فاصل الام سي بي، فهو شايف الام سي بي مفصول، معناه ان في واحده واصله عن طريق الام سي بي، في فازه في جهه واصله عن طريق الام سي بي والجهه الثانيه واصله منوره اهيت، معناه ان في مشكله، ان في فولت حاصل دلوقتي. يبقى لازم اخلي وانا بحن الفازتين زي بعض، الفازه ار من الناحيه دي والفازه ار من الناحيه دي متساويين، الريد كلر من هنا والريد كلر من هنا، تمام؟ واحده مفصوله عن طريق الام سي بي وواحده دايركت على طول. بعدين اروح جاي اعمل ستارت للتايمر عن طريق الام سي بي، بول بيعمل ستارت وبول بيوصل الفازه الثانيه، فالمفروض يديني قيمه اقل من 25 زي ما وداني 13 مللي سكند. دي طريقه اختبار التايم، وبكده الريلي ده يبقى خلص، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.